هاد الشجرة هادي هي اللي اقتحت فيها الأخ ديالي اللي علق فيها راسو، أما كما كتشوفو في هاد المنطقة المهجورة، البلاصة المهجورة اللي جات في السونتر مخاصة تحيد، ما صار حتى شي حاجة، كتجمع داكشي ديال الجمادلية والقمارة، ديرو لنا فيها دار الشباب أحسن من هاد الخربة هادي، ليش صالح؟ أش غنقول لك؟ أنا ما غنذكرش شكون اللي بلاه. حيت هو الدراري كيكونوا مع بعضياتهم، كل واحد كيشجع واحد، هذا الله اعلم شكون بلاه، ولكن سامعوا في الاول داروا داكشي اللي داروا، ولدي هز هذيك البليه، جا داك النهار الاول ماشي نورمال، بقى غادي كنقول لي ولدي ماشي هادي هادي، ما بقاش ولا معنف ولا ما كي هذا، بحال دوي معاه مقلق، يقدر يضرب خوه، يقدر يضربني انا مني شدات فيه البليه مزيان، يقدر يضربني انا، يقدر يحرق، هو شعل مؤخرا شعل العافيه، يقدر يهز موس، بعض المرات كيحيد التيو ديال البوطه وكيبغي يستنشق داك الغاز ديالو، بزاف عشنا معاه، هاد ولدي عشنا معاه الرعب، ولكن بسبب المخدرات، بسبب المخدرات، كان احسن ولد، كان احسن ولد، سولوا عليه المنطقه وما غاديش نكذب، كان البدايه ديالو الصلاه والدين رمضان. بخير مدوز رمضان، مدوز كل شيء بخير وعلى خير، غير خرج رمضان وملي دار داكشي البليات الدري ما وافقاتوش الدماغ ديالو ولا شنو، ولا ولد خور وبقى تشد فيه. جميع انواع المخدرات، جميع انواع المخدرات كاينه هنا في المنطقه، جميع انواع المخدرات، الدراري صغار يلا طالعين في العمر كيبيعوا، الدراري صغار يلا طالعين في العمر كيتخدروا. بزاف هادشي بزاف، حنا كنطالبوا يحدوا لنا شويه من هادشي ونقصوا لنا من هادشي هذا، والله يرحم الوالدين. وما كاين هنا لا دار الشباب لا حتى شي حاجه، فينا الدراري الصغار مساكن، كنشوفوا حنا الاخ ديالي دابا مشى رزونا فيه الله يرحمه، هادشي ديال الله، ولكن كنشوفوا دراري اخرين مساكن غطالعين ما عندهم ما يدير، كيبان لهم غير البلياق، تا هو غيتبلى غدا ولا بعد غدا غتلقى واحد بحال الاخ ديالي، وكاين النماذج جايين في الطريق بحال الاخ ديالي، كاين دراري شباب جايين في الطريق تاهما ولاو فيهم المواصفات اللي بدات في الاخ ديالي، تاهما ولاو مخربقين، تاهما ولاو كيتعنفوا مع والديهم، تاهما جايين في الطريق، ربما يقدر غدا ولا بعد غدا تاهما يديروا بحال الاخ ديالي ولا يديروا شي كوارث اخرين. انا كنتعلم بالحقوق، ولدي مات الله يرحمه، ولكن كنطالب بحقوق الشباب اللي جاي، ولدي مات الله يرحمه، ونتمنى من الله ياخذ لي حقه، حيت اصلا انا يا مرة ضعيفه من ناحيه لا ماديه ولا ماديا ومعنويا، غنتابع الحقوق ديالو، فلان دار لي فعل لي هذا مخدرات، كاين من قبل مني وقع لهم هذا الشيء، وكاين اللي جايا غيوقع لهم هذا الشيء، خاصها تحيد، كنطالب الحقوق ديالي المخدرات تحيد، بحال ولدي بحال ولد الناس، هذا عمل انساني، كنهضرش على حيت ولدي مات، نهضر انا على ولدي، نهضر حتى على ولاد الجيران، ولاد العائله، ولاد المغرب عامة. المغرب عامة، هادشي اللي نقول، يحيدوا هاد المخدرات ويقضيوا سيرتو هاد المنطقة مع صغيرة انتشرت فيها المخدرات، ولاو الدراري الصغار بنات كيديروهم في الكوليج. كيستعمل هذوك المخدرات كترجع واحد آخر، كيولي أي حاجة كيديرها يهرس أي حاجة، كنعاودوا نديو للسبيطار وكنهضروا مع الدراري هنا الشباب، ودي هذاك الأخ ما تبقاوش تعطيوه هادي، كنتفاجئوا كنلقاهم كيبيعوا ليه. كيبيعوا ليه، كيعاود يستعمل هذاك الشيء، صافي السيد كيتخربق في الدماغ ديالو، كيولي اي حاجه يديرها. نهار الحادثه كان عاوتاني استعمل شي حاجه، كان بخير، هو بخير من شحال هادي، وملي دخل رمضان الصلاه الدين كيقرا القران قبل الفطور، صاير الاخ بخير، ليله الحادثه صافي ولا واحد اخر، ولا كيهرس كي اي حاجه كيديرها شعل العافيه هنايا. المهم حاولنا ما احنا محاولات باش هدأناه، صافي ريح، صلى الشفع والوتر ديالو، ناض عاوتاني، حتى
توضى صلى الفجر صافي وبغى يخرج. اذا قلنا يخرج يضربوا البرد بحال ديما كما هو مع بلينا ولا صافي تهدأ. وهذه في الصباح حتى كيعيطوا لينا كيقولوا لنا راه الاخ ديالكم علق راسه في بلاصه فلان فلانيه، واحد الخربه عندنا هنايا حتى هي ما صالحه لوالو خاصها تحيد. كيتجمعوا فيها جميع انواع السكيريه، جميع اللي ما تصور على راسك كتلقاه تما. عيطوا لينا قالوا لنا ديك الساعه حيدوه وداو طلعوا لابريغاد في لومبيلونس. حنا المهم طلعنا شفناها في لومبيلونس، ما شفناش في بلاصه الحادثه. ايوا وانا كن بهاد المناسبه الاليمه كنوجه واحد الرساله للمسؤولين وجميع في هذا الاختصاص باش يحاربوا لنا شويه الدائره، ما نقولوش غيحيدوها.